تعرضت للعنف من أول يوم. من أول يوم اتفاجأت، زواج؟ نعم اتفاجأت. أول شيء ما كان لا إخوان ولا أعمام ولا حد، ولاد عم لأبوي يجوزوني، فكانت يعني بقدر أحكي قلة الأهل أو الرجال زي ما بيحكوها بالبلد كانت له طريق. كمان أول يوم تعرضت كان لي شعري طويل، مسك سكينة وقصه من أول يوم أول يوم، بالسكينة. فتفاجأت يعني، رغم أن أنا كنت صغيرة لما تزوجت، 14 سنة إلى 3 شهور يتيمة. كان عمرك 14 لما نعم تزوجتي؟ متزوجة، وكنت أنا جاية من فلسطين وما في يتيمة الأب، وتزوجت بين إخوال وخالة أولاد عم لأبوي، رغم أن أنا تعنفت منهم قبل ما أتعنف في الزواج. فتفاجأت فيه من أول يوم، رغم أن أنا كنت صغيرة ومش حتى وين رايحة مش عارفة. تفاجأت، ما في لا حول ولا قوة اللي أسكت. فاستمر الرجال هذا يغيب عند أمه، رغم أنه قاعدة عند أهله، أنا يغيب ويرجع على نفس الموال. فتفاجأت، أنا صغيرة صح، بس كنت أدقق على شغلات، أنه هذا الزلمة عنده نقص شخصية، هو أحسن واحد وأغنى واحد في إخوانه، بس عنده نقص شخصية. ليش؟ لأنه سالبين إخوانه، مخذين كل ما يملك، فصار يعني ما كان عنده عنده مرض مشكلة نفسي. اقتصادية مثلا، لا ما كان عنده مشاكل، حنون حنون وعديم الشخصية، ما في شخصية، أحسن واحد ومتدين وما شاء الله عنه، وأحلى واحد في إخوانه أصلا يعني كان، بس ما في شخصية نهائيا عنده. الأخو بيجي عليه بأخذ ما يملك، كان عنده سيارة أخذوها، كان عنده محل محددة أخذوها، أرض كان أولادي غنوا من وراها أخذوها. يعني الظلم اللي كان يشوفه من أهله من فكان إخوانه من أمه، على عليكي. سبت إن المدلل عند أمه، فكانت أمه حتى تسحب منه وتعطي إخوانه. فأنا يعني بس إلي أطلع، ما بقدر أحكي، لو حكيت انضربت من حد ثاني. أنا كنت أنضرب من الكل. من مين كنت تنضربي كمان؟ كنت أنضرب من السلافي، من يعني إخوانه. أنا أسبوع أسبوع الزواج بعد ما انقص شعري وتفاجأت، يعني كانت صدمة إلي، وممكن أنا كنت أفكر أنها عادات وتقاليد، يعني زي ما بسمع من الختيارية هذا الضرب وقص الشعر والسواليف زي